السلام عليكم. الله يعينك يا حاج. هذا قداش الحوت؟ ما حط عليه سومه وش بيهم، فماش عليه طرف ثلج يا حاج. المرة الجاية. ها؟ المرة الجاية كي جيت نحط عليه. هكا. هكاك ما يولي للصحة نتاع العباد مش باهي راهو يا حاج هكا. تو يظهر ولا هو نتاع الفجر. متفاهمين ما انا على عينينا نشوف. راهو يا حاج راهو معاك منظمة الدفاع المستهلك، راهو مكتب الجاوي، مكتب الجاوي بسوسة رانا. معاك رب. فهمتي منتي؟ دونك احنا كي نشوفوا نحب نوريه اوزر تو هذا اوزر ذبان. لكن تاع اليوم الصباح. لا ما قلت لك يا بابا إيه انا ما قلت لك فيه. انا ما قلت لكش، انا قلت لك اش بيه عليه. اسمي ريتمي. اي. اضربوا على الحيط يغني. هذا يضربوا على الحيط يغني. انا قلت هذا راهو شويه ثلج وكا وما في حد شيء، راهو شويه ثلج. جبنا الثلج وفيه الثلج. قداش تحبوا من الثلج؟ مش من عندنا ساعه من صباحة ربي من الفجر. كمان انا حاجه عملت ملاحظه شنو راه اغزر، انا ملاحظه ديما نصيحه راهو، انا راني مانيش انا ديما نقول نصيحه راهو حوت ماذا بينا الصوم يبدا محطوط، دونك انت تقول فينا ها فهمتني ما فيها تيك فهمتني وشويه ثلج تقول لي ما الصباح انت منسوسه منسوسه انت باكي منسوسه انت في الباب جديد ومرش الهجاج فهمتني ما لا عندهم الثلج لا عندهم حتى شيء. لا مو طول ما نمشيو نيات مرش الهجاج يلقاو كعبه الثلج على الحوت. بابا انا كنت في مرش الهجاج خاطر صورته ومرش الهجاج الحوت الكل ما عادش صاي مرش الهجاج الكل خاطر في مرش الهجاج الحوت حدو نص النهار ما ليس ما فماش حوت اليوم ما فماش حوت انا تو ثلاث ايام ما فماش حوت ها خاطر كي جوا نشوف حوت هكا الوقت يبدا فما موجود الحوت معناها الثلج كل باب جديد باب جديد وقت راه فيه ديريكت مهلا نمشيو نصوروا في باب جديد ونعم هاي هاو بالثلج هاو اللي مصلي يعني به ها هاو طريقه صحيه يعمل كيف مبلش لا مدو حط ما يقلقنيش هاو طول هناك لان عندي حاجه وحيده اللي هذه كان حطيت لها سومها هكا هذه سومها وبر هذا هو ب 13000 اللوراتا هل المخلط هذه المرقه فهمتم ولا حطوا لها سومها والسلام عليكم ولد القمره قداش يمشي الايمات طول سوين بارابور لو رمضان ركحتش ولا مازال طلع هابط خاطر رمضان طلعت شويه هذا يا فرماجة 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 مش تحط في الفريجيدير في السخانة يا بابا ها؟ علاش؟ ايه كمام يا اخي كيف كيف زاد طرف الهريسة هذه الكل كاية هذا الكل لو لازم يكون في فريجيدير يا بابا ما ينجمش يكون هكا بالحق معناها في عرض وما غير صحي هذا الكل يكون في الفريجيدير كونسيرفاسيون كونسيرفاسيون طاقة حتى البر ما غير الفريجيدير كيفاش؟ إيه إذا يبقوا فيه ثاني حاجة نون كونفورم يهز مثال مش حتى نون كونفورم حتى في الكونفورم طريقة طريقة الحفظ الصحة نتاعو ماهيش قانونية معناها تقلق هذه طريقة حفظ الصحة نتاعو ماهيش قانونية أنا تو جايك كمنظمة دفاع عن المستهلك فهمتني نعطي فيك في نصايح تجيك وزارة التجارة تخطيك وزارة التجارة تخطي احنا نعطي واحنا المعمل يقول لك تقعد حتى البرة مش لا مو هيك يقول لك يقول لك مات البرة تقعد البرة من السرير حتى شو في اللي تكون في فريجيدير حتى هذا يكون في فريجيدير ما يكونوش البرة ثم برودويات بعض المواد لازم يكونوا في فريجيدير ها تو كي تقول لي حكه هريسه هذيك مسكره تتحط البرة نمشي معاك هذه لا هذه راهي ما تتحط في فريجيدير ثم فرق كان جات هذا عاملينها باش تتحط البرة يعملوها لك حديد ما يعملوا لك شكا تو هذا تتصور هذه الزبده تو الزبده تكون البرة يا رسول الله الزبده هذه ما تكونش البرة لا وفي ما تنجمش تكون البرة لا وهذوما الكل يتحطوا ثم دي فريجو يتحطوا فيهم انا ننصح فيك نصيحه راه هذا راهو هذه غير صحيه للمستهلك هذا ريتو هذا الشوكولاته هذا من الكل كي تمشي للجرون سيرفاس انت دكام حاطينهم في الفريجيدرات هذا طريقه راهي غير صحيه راه وانا اليوم جاي ننصح فيك غدوه تهبط لك
حفظ الصحه ولا يبدو لك الواحد راهو يعاقبوه تتخطى. توا عندنا 50 عام احنا نخدموا هكا ولا باس، هو قوانين نطلعوا فيها جديده. ماناش نطلعوا فيها يا اخي سامحني تو انت. لا 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 ما لا. لا مش تو نسرقوا ولا لا لا علاش علاش يا تخدم. توا عندنا 50 عام نخدموا هكا، اليوم معناها ظهر كل شيء معناها. لا الله العظيم القسم على الله الواحد بالله العظيم مش يا بابا. يا بابا اسمعني، انا كنصيحه، انا كنصيحه، انا كن تو اغسل اغسل تو انت هذه تتصورها معناها تو هذه يحلها في داره معناها باش يلقاها لاباس كي تبدا كونديسيون نتاعها الزبيب هذايا باهي هذا اقل حاجه. انا نحكي لك من الجانب الصحي، تبدا عندك بابي سلوفان اغسل الذبان هذا تعمل بابي سلوفان ورقه بابي سلوفان مد فرنك توزن وتعاود تغطيها. ثم معناها حاجات اللي اكثر فيها سيرتو وانت عندك دي برودوي قرب لبعضهم. هذا يا بابا راهو ليك انت، انا ننصح راهو ليك انت، راهو كي نحبوا نطبقوا القانون راهو والله ليك انت. فهمتني؟ معناها احنا الاوبجيكتيف نتاعنا ديما النصيحه للمستهلك وللتاجر، وانت قبل وانت تنصح قبل. انت تنصح قبل، انت تو كان تمشي تاخذها من المعمل هذا باش تلقاها حطيتها في ترميت هكا، ما تلقاش حطيتها في خرجها لك من فريق. اسمعني تو كيما سوم رمضان كيما قبل رمضان هذاك السوم اه والله ما سمعتك كمان تو اغلى علاش؟ مفقود المعدنوس مش معناها على خاطر اللهفة فيه برشا ولا حاجة. لا لا شويات شويات اي كيفاش حاجة؟ عايشين في جحيم وليس في نعيم. علاش؟ يرحمك يا رجل أمي الأول يضربني ويحرمني نفسي، يا رجل أمي الثاني يضربني ويحرم علي البكاء. أنا أقول لك أنت كمل